هشوف انا وانت خبر تالت. عمري يلا بص معايا على الخبر ده. ده جوزي كان بيضربني ومنه لله اللي ظلم عيالي. ايوه ده العنوان. فاطمه دي بصراحه مع الاستاذه سعاد يونس. صاحبه السعاده في 2014. كان لسه جوزي كان موجود. ففشيتي خلقك يعني في البرنامج. اتجوزتي كام سنه قعدتي معاه؟ مع جوزي؟ 37 سنة. 37 سنة لحد ما توفى 2014. كان هو عنده 61 سنة ساعتها. وبقالي 37 سنة معاه لحد ما توفى. يديك العمر الله يرحمه. كنت سعيدة معه فاطمة؟ جدا. مع انه كان يضربك؟ ما بيضربني عشان غلطانة يعني. هو انت قبلت الضرب يعني عادي؟ طبعا. ما انا بصي عملت ايه؟ احنا بلدي ما لا يقف يقول لي واحد اتنين تلاتة. لا ما بسمعش الكلام يقول ضربني. طبعا انا اي اغضب فيها تروح عند مامتك. لحد ما هو بقى زهق وقال لي بص يا تشتغلي بالليل يا تشتغلي بالنهار. بقيت اشتغل بالليل مسرح. كان بيغير عليك يعني؟ هي دي المشكلة؟ طبعا. يغير عليا وانا كنت زي دلوقتي. كنت حاجه تانية. ما انت كده حلوه برضه. لا لا لا. ما خلاص بقى. ليه حصل؟ كنت ازاي يعني؟ ايه كنت عنب والباقي فراطه. فخيرك يا تشتغلي في النهار يا تشتغلي في الليل. عشان بيتي برضه وعيالي وهو برضه. لازم اشوف واجباته وكده. ليه بقى؟ كان هو ينزل الشغل الصبح. انا اروح انا جايه. يجي انا انزل الشغل هو يطلع ينام. ما طب ده راجل معلم عايز مراته تبقى جنبه. ما بيلاقيش حتى ولا مخده. يعني بتحسي لو كان اكثر هيك هادي معاكي ومتفهم طبيعه عملك كنت حققتي نجوميه اكثر؟ لو كان جوزك ساندك اكثر؟ هو سندني والحمد لله. والمسرح حلو بيديك حقك في ساعتها. انا اللي خلاني غبت عن الشغل كنت بشتغل مسرح. ما اخاف اشتغل اوردرات عشان ميعاد المسرح التزام. لازم تروحي الساعه 8 وتخلصي الساعه كذا. في اوقات عشان بيتك عشان جوزك. التزام المسرح التزام لازم. وما فكرتيش في يوم تسيبيه تقولي انا عاوزه اعمل بقى فنانه ونجوميه كبيره وبلاش الجواز وبلاش الارتباط لا ده؟ لا 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 ما ينفعش. ده خيره عليا وساترني وابو عيالي وبطلب حاجه كده يجيبها لي اتنين قبل ما نقفل بقنا. بس هو كان طبعا حامي عايز مراته في بيته. اي راجل كده راجل بيت وراجل يعني معلم عايز مراته في بيته قدامه. ولما كنت تغضبي وتروح عند مامتك كانت تقول لك ايه؟ امي تقول له الله يرحم الجميع بقى ايه اللي فكرك بده كله؟ يا امي تقول له بقول لك ايه من ساعه ما اشتغلت مع اولاد الارتيست دول مراتك مش نافعه يا اما تطلقها يا تيجي تصلحها. حلو كتير. مراتك ما بتقعدش في البيت. اوعى تفكر ان هي قاعده عندي ده شت على طول في الشغل. لا مساند ليكي. سند وانا سند. كانت امي حقانيه. عيالك معايا ام وامه مش موجوده. ويتجنن بقى. يتجنن بقى هو بقى. والله يستناني بقى يقعد بره على نصه الحاره. وانت راجعه بالكعب. وانا راجعه بقى بالكعب العالي بقى والبتاع والمكياج والقرف ده كله. كنت عامله شعرك بقى؟ كنت عاملاها كده كنيش بقى كده في الخلاط. وراجعه مستنيكي. مستنيني من غير ما اشوفه بقى يشتم بقى ويتخانق. اروح بقى انا اخاف من الفضايح وبتاع اروح غصب عنه. ما بيعرفش يدادي يعني بيصلح غلط بغلط عايز يصلحك بنصيبه. ما بيعرفش يدادي. لا شكلك بس كنت بتحبيه قوي عشان تقبلي يعني يضربك تقبلي الموضوع ده يعني كنت بتحبيه. ايوه لازم احبه مش. طب دلوقتي يا فاطمه لو بنتك جوزها ضربها تقبليها؟ بقى ضربها لايه؟ في حاجات انا قلت لك. طب انت غلطتي انت ما كنتش انت بتشتغلي. طيب بس مش عامله خطيئه يعني؟ لا ما عامله خطيئه انا سايبه بيتي وعيالي طول النهار. هو يجي ينام انا اخرج
هو يخرج على الشغل انا اجي. بس ده بس في ستات برضه طبيعه عملهم بيشتغلوا في الليل، ما عندهمش دوام ثابت يعني. ماشي، بس في هنا بقى الرجاله كل مش كلها طبع واحد. الرجاله مش طبع واحد، اكيد مش طبع واحد. في جوز بيبقى ياخد القرش من مراته تحت الترابيزه، دلوقتي بياخدها من فوق الترابيزه. اه ده ما كانش بياخد حاجه، بيديني مصروفي. عايز مراته تقعد في البيت. ما كانش الله يرحمه ما كانش بيقول لي معاكي كام؟ ولا اشتغلت بكام؟ ولا اتبقى منك كام؟ مش عايز فلوسك اصلا. مش عايز، ولا عايزنا اتنين من البيت. عايز ياكل ويشرب ويلاقي عياله موجودين ومراته موجوده. التلات ارباع اللي انا بقولهم لك دول انا ما كنتش موجوده فيهم. طيب يعني لو حصل الموضوع ده مع بنتك تقبليه؟ تقولي زي ما قالت مامتك ولا لا؟ لا، بنتي مش شغاله. اول حاجه بنتي حقوق مش شغاله. جوزها مثلا ما يضربها ليه؟ بتاع ايه؟ ولا بتشتغل ولا بتخرج. بوظت له طبخه؟ ردت عليه ما عندناش قله الادب، ما عندناش رد. شوف انا عامله ازاي؟ هسد شارع، بس عمري ما رديت عليه. عمري في العمر ما رديت عليه. ليه؟ طلعت لقيت امي بتقول لابويا استا سيد. امي بتحترم ابويا. دلوقتي قليل البنت تحترم جوزها، قليل اكتريتهم. بص الجواز دلوقتي ايه؟ تلات اسابيع في قلب البيت في اول الفرح، وبعدين رابع اسبوع يعني انت عند امك وهو عند امه. وشكرا. بس يعني تلات اسابيع، تلات اسابيع والحمد لله بالزق. الشباب ما بقاش فيها جهد وما بقاش في معاهم حاجه. طب ايه نصيحتك فاطمه للبنت اللي عاوزه تكمل في جوازها من خلال تجربتك يعني، وتنجح في الجواز بتاعها؟ تنجح في الجواز، تسمع كلام جوزها وتحترمه وتشوف بيتها ومصالحها، وتقوم تعمل حاجه بيتها وتنظف بيتها، والجلابيه اللي هي بتروق بيها ما تلبسهاش قدام جوزها قبل ما يجي كده، تقول مستحميه ولابسه القميص الحلو حاجة جميلة، وما تطلعش سر بيتها. هو ده الجواز. ولو مؤاخذة يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أنا اتندمت في حاجات كتير، بقول لك لو جوزك حط إيده عليكي كده وشلتيها بتركبي ذنب. أنا بقيت أقول يا ريتني ما شلت إيده خالص، أنا نفسي أحط حد يحط إيده دلوقتي. عشان ما أركبش الذنب. انت كنت تشيلي له ايده؟ اشيل ايده وانا جايه تعبانه. هروح فين ياما؟ عشان كده كنت كنت بتضرب. كنت بتنضرب دلوقتي فين؟ انت جبت رجلي اهو.